وننطلق مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج المسابقات، برنامج اربح ويانا. هذا البرنامج اللي ينعرض على شاشة الخير كل الخير، شاشة قناة الكوت الفضائية. وننطلق بالسؤال الأول في هذه الحلقة ويقول: شنو هو أقرب الكواكب لمن الأرض؟ خنشوف من اللي راح يكون الرابح ويانا، خلكم ويانا وخنشوف من اللي راح يقدر يفوز ويانا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. كل عام وانت بخير. انت بخير. مبارك عليك شهر. الله يبارك فيك. شنو اسمك؟ سميرة. وانت؟ رهف. رهف وسميرة من وين؟ من سوريا. يا حلو يا محببة لسوريا. نفيك. اخواتي راح اسألكم سؤال ان شاء الله يكون سهل عليكم ان شاء الله. هو عن كوكب. لا. احنا وين عايشين؟ الكويت. لا، بأي كوكب؟ الأرض. الأرض. حلو. سؤالي راح يكون عن كوكبين، يتعلق بكوكبين. الكوكب الأول الأرض، والكوكب الثاني ما يندرى، على حسب إجابتكم. الأرض، شنو هو أقرب كوكب حق الأرض؟ ما أدري. شيء عادي، ما تعرفون؟ مريخ. مريخ؟ متأكدة؟ لا متأكدة. لبتون. لبتون. نثبت على لبتون. لبتون. أوكي. سميرة شنو؟ رهف. رهف وسميرة. سميرة ورهف. مع الأسف إجابتكم اثنيناتكم غلط. يعطيكم العافية. شنو هو أقرب كوكب إلى الأرض؟ ومعانا هني. يعطيكم العافية. الله يعافيك. عادي نسألكم سؤال، إذا جاوبتوا عليه نعطيكم مجموعة من الجواز. حلو؟ إن شاء الله. حلو. تعرف بالاسم أول شيء؟ إيمان. إيمان. وأنت؟ لجين. لجين وإيمان. والنعم. لجين وإيمان، عادة وين تروحون أنتوا برمضان؟ زيارات، تراويح، مولات، كذي. واليوم أنتوا بالمجمع المهلب، عدل؟ صح. راح أسألكم سؤال، إحنا عايشين طبعًا على وين؟ على الأرض. على الأرض، عدل؟ عدل. شنو هو أقرب كوكب إلى الأرض؟ فينا مثلًا مرتين جاب؟ نو. فرصتين؟ شلون فرصتين؟ لا لا، كل واحد جاوبين. لا. طب كل واحدة جاوب جواب. خلاص. عطارد. عطارد. وانت؟ بلوتو. لا بلو... عطارد. اوكي. كل واحدة جاوب جواب، يعني انه كل واحد عادي ما في مشكلة. اوكي، هي عطارد. انت عطارد وانت بلوتو. هو عادي ما في مشكلة، لانه ولا واحد فيكم صح. يعطيكم العافية. مشاهدينا مستمرين بنفس السؤال، خلينا نشوف منو راح يكون الرابح ويانا. يعطيك العافية. فيك. متعرف بالاسم؟ ولا. ولا؟ ولا. عادي نسألك سؤال، وإذا قدرتي تجاوبين نعطيك سبع جواز. حلو؟ أوكي. ولا، أول شيء أنت شو تسوين برمضان؟ وين تروحين بالليل؟ وين تين؟ بروح على مجمعات، على مطاعم. اليوم شنو تفطرتوا؟ اليوم أكلنا فطاير. فطاير؟ يعني خفايف. وإحنا إن شاء الله نكون خفيفين عليكم، أوكي؟ إن شاء الله. راح أسألك سؤال، وإذا قدرتي تجاوبين عليه راح أعطيك جوائز. أوكي. سؤالي يقول: شنو هو أقرب كوكب إلى الأرض؟ فكرة فكرة يا عدل، لأن توه ما حد قدر يجاوب. عطارد. عطارد. لا لا لا، زهرة. جواب نهائي. جواب نهائي. أوكي. قلت لي شو اسمك؟ ولاء. والله يبتيها يا ولاء، يبتيها. ألف ألف مبروك يا ولاء. هو الزهرة هو أقرب كوكب إلى الأرض. ألف مبروك. مطعم فريج صويلي يقدم لك وجبة غداء أو عشاء، ومستشفى سيف هم من يقدم لك هذا الكوبون. ألف مبروك. وهذه الحلويات على أساس تخففون بعدين، من حلويات طوسي. وموقع سوكو، موقع سوكو يقدم لك مجموعة من المواد الغذائية بالإضافة إلى كوبون. رقمهم 504-030-77. مشكور. كوبون ويا مجموعة المواد الغذائية بحر الجمال، يقدم لك كوبون بقيمة 50 دينار. ألف مبروك يا ولاء. الله يبارك فيك. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا مستمرين بأسئلتنا السهلة، خلكم ويانا. يا هند، يعطيكم العافية. الله يعافيك. عادي نسألك سؤال بسيط وسهل وخفيف، وإذا قدرت تجاوب عليه أعطيكم مجموعة من الجواز. حلو؟ تفضل. أول شيء مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك. وكل عام وانت بخير بحلول شهر رمضان. وانت بالخير. تسلم. تعرف أول شيء بالاسم؟ حسين هيثم. حسين هيثم. وانت؟ عباس موسى. والنعم أخوي عباس. والنعم أخوي حسين. النعم فيك. أول شيء، أنت وين تروحون برمضان عادة؟ والله يعني زوارات بعد؟ غير زوارات. الأهل ما أعتقد، بس الأهل ويعني عزائم وهذا. وكافيهات الحين؟ كافيهات بعد. حلو.
شلونك انت اخوي عباس بالمعلومات العامه معاني الاسامي تحديدا؟ يعني وسط وسط. انزين عندكم احد بالعائله اسمه هند؟ لا. هند؟ لا. هند؟ لا ما في. بس سؤالي عن معنى اسم هند. معنى اسم هند يمكن نوع من الاسماء الطائر، يعني نوع من اسماء الطوائر. وانت شو تقول؟ ما عندي فكره والله. هو تقدر تقول حيوان مكرم سامع معين. حيوان حيوان معين. طيب يطير ولا ما يطير؟ لا ما يطير. ما تعرف؟ والله يمكن مرت علي المعلومه هو اسم حيوان ممكن، بس على بالي انه طائر ما ادري والله. مع الأسف إجابتي غلط. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام لا تبعدون، خلينا نشوف من راح يكون الرابح ويانا. وينك وينك يا هند؟ للحين ما حصلنا ولا واحدة اسمها هند، وهني قاعد أطالع اثنين شنهم إخوان. يعطيكم العافية. نتعرف بالاسم الكريم؟ عبد الله. والنعم يا عبد الله. وانتين نتعرف بالاسم الكريم؟ نوران. 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 يعني مو هند. سؤالي يا نوران ويا عبد الله راح يكون عن معنى اسم هند. بس بالبداية انتوا عادة كشباب اخوان عدل الله يخليكم لبعض ان شاء الله، عادة كشباب وين تروحون وين تجون برمضان؟ شو تسوون؟ رمضان والله احنا اغلب الوقت بالبيت برمضان، لانه نفطر وبعدين بيناموا ما بدنا ماكو يعني. ممكن انا اسهر مع اصحابي، ننزل نصلي الفجر، ما يعني بنلف مع بعض شوية خوش. الحين ابدي بسؤالي. حلو. سؤالي يقول شنو معنى اسم هند؟ معنى اسم هند، ما عندك احد بالعائله اسمه هند؟ هو اول شيء من وين؟ انا من مصر. من مصر. مصري ونص فلسطيني. نص مصري ونص فلسطيني. خوش يعني ما وايد يعني. معنى كلمه والله ما بعرف. يعني بمصر وفلسطين وايد ناس اسمهم هند، بس انا ما سمعت معنى. لا 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 ما سمعت معنى كلمه هند مره ولا معنى اسم هند يعني. انت ولا صعب. انا بعرف معاني اسمه. هو عبارة عن مجموعة من الحيوانات، نوع معين من الحيوانات مجموعة منها. استني هلني افكر. انا بعرف دقيقة يعني جمال مجموعة ابل. مجموعة من الابل؟ مجموعة من الابل. اها. وانت شو تقول؟ انا ما عندي اي فكرة صراحة. يمكن مجموعة من الابل. يمكن. صح؟ يمكن. والله يفتوها. بالفعل إجابتكم صحيحة، معنى كلمة هند هي مجموعة من الإبل. طبعا هذه بالبداية في الابتكار الأقمشة الرجالية، يقول لكم دشدش ويانا يقدمون لكم قطعة قماش أو خام. حلو ألف مبروك. طبعا بعدين وزعي عطيها يلا أنت ما فزت بعد. وألف ألف مبروك، فزت بحلويات، فزتي بحلويات من طوسي. ألف مبروك. كيفكم عاد وزعوها بينكم تفضلي. ومطعم فريد سويلح حيقدم لك وجبة غداء أو عشاء، ومستشفى السيف هم من يقدم لك هذا الكوبون. ألف مبروك. موقع سوكو يقدم لكم مجموعة من المواد الغذائية بالإضافة إلى كوبون مشتريات، رقمهم 5040307. ألف مبروك. تفضلي كيفكم عاد. وبالإضافة بحر الجمال، هذا حقك بحر الجمال، يقدم لك كوبون بقيمة 50 دينار. ألف مبروك وتستاهلون. يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام لا تبعدون، خلينا نشوف شنو سؤالنا اليوم، وخلينا نشوف من يبي يشارك ويانا الحين. يعطيك العافيه. الله يسلمك امي. نتعرف بالاسم؟ معارف. ابوي معارف من البحرين. نتعرف بالاسم؟ معارف. يا 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 هلا بهل البحرين. الله يعيك ابوي يسلمك. امي. امي. سؤالي نعم. يتعلق عن ايه سفينه تايتانيك. سامعه بتايتانيك؟ ايه. تايتانيك مر عليك هذا الاسم؟ ايه ايه. وانت مرة عليك شايفة فيلم تايتانيك عدل؟ لا. مو شايفته؟ يعني يا راح تشوفون طبعا كان. لا ما غشش بعد عيوز بعد الله يطول بعمرك عمرك ابوي. طبعا كان بهذه السفينة 2223 راكب، ونجى منهم 706 ركاب. بس مو هذا سؤال. زين. سؤالي يقول في اي سنة تم العثور على حطام سفينة تايتانيك؟ أي سنة شافوا السفينة هذه؟ أي سنة تم العثور على حطام سفينة تايتانيك؟ اختيارات. اختيارات ما في. والله ودي من هالبحرين ودي أساعدكم. يا
بعد بعفديتك وانا عايز بعد شعرك من بيت انه مصر. وانت؟ اسمه 1900 و كم لعب؟ 1902 لا ما ادري بس خلاص انا قلت لك اثنين لا ما فيها اثنين 1995 اكيد انا اقول انت اعطي اجابه وانت اجابه عمتي 95 وانت على اساس اساعدكم 97 اكيد مع الاسف والله مش عارف والله اجابتكم غلط يا سو يعطيكم الكويت وعم تردون بدون شيء لا تدري شلون يعني اعطي اجابه ثانيه يلا اخر مره شي مني هذا 1900 خلي تقول بسرعة 1999 1999 مع الأسف عمتي أمي إجابتي كانت غلط يعطيك العافية ما تقصرين خلينا نشوف من راح يعرف إجابتنا وأول واحد راح ينزل من هذا السلم الكهربائي أنا ناطرة علشان يمكن يقدر يجاوب على السؤال نسويها مقابلة خلينا نشوف يعطيك العافية بس عادي نسوي معك مقابلة شوية عادي يعني. نتعرف بالاسم اول شيء عادل مبارك عليك الشهر الله يسلمك هلا والله كل عام وانت بخير بخير صحة وسلامة عادل وين تروح وين تجي برمضان؟ دواوين تعرف مجمعات اذا كلش تشري ما تشري بس انزين اليوم شنو كان فطوركم؟ شغلات يعني كذا شغلات تعرف اي يمعه يمعه كلش هذا شغلات انزين عسى ما ثقلت يعني لا اكيد ثقلت ها طيب خلاص يبا ان شاء الله يكون سؤالي خفيف عليك حلو الله يسلمك يا ليت والله اتوقع انك تعرف تايتانيك باخره غرقت اي نعم لانها اصطدمت بجبل ثلجي فيلم كبير ايوه اي نعم ب 1912 وتحديدا 14 ابريل 1912 هذه الباخره غرقت اوكي سؤالي عنها اوكي وسؤالي يقول الو في اي سنه تم العثور على حطام سفينة أو باخرة عفوين تايتانيك أي سنة؟ ما في خيارات؟ ما في خيارات 1900 هو أكيد 1900 قديم لنا أوكي هي لأن بعد ما أغرقت بس أتذكر أني قريت كذي يعني 75 76 77 كذي بالسبعينات واحدة واحدة منهم واحدة منهم قلت أنت لا إيه أنا أقول لك مو خير الأمور أوسطها لا هالمرة مو خير الأمور أوسطها 75 شنو؟ أنت قلت 76 77 هي مو 76 77 ف 75 أو 77 77 77 متأكد؟ إي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالفعل أخوي عادل إجابتك صح ألف ألف مبروك مشكور حبيبي أول شيء ربحت وجبة غداء وعشاء من مطعم فريد صويلح إن شاء الله وكوبون مقدم من مستشفى السيف هم من ألف مبروك الله يبارك فيك وهذا هم من أساس ثقل بعد حبيبي حلويات طوسي ألف مبروك حبيبي بالإضافة فل ابتكار للأقمشة الرجالية يقدم لك قطعة خام قطعة خام أو قماش حق العيد هذا ضبطونا مشكورين حبيبي وألف مبروك لحن يعني ما خلصت الجوائز كوبون لبحر الجوانب متزوج لا بس حق الأهل خلاص حق الوالدة إن شاء الله وحق أختك كوبون من بحر الجمال بقيمة 50 دينار ما شاء الله وموقع سوكا يقدم لك مجموعة من المواد الغذائية بالإضافة إلى كوبون مشتريات رقمهم 50 40 30 77 ألف ألف مبروك خوي عادل مشكور حبيبي تسلم العفو مشكورين ما قصرت بفضل الله وجهك مشاهدين أنتم بخير إن شاء الله مقصرين ما قصرتك يعطيك العافية مشاهدينا لا تروحون لا يمين ولا يسار خلكم مع شاشة الكوت باستمرار وبكذي مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم حبيت أشكركم على حسن متابعتكم لبرنامج اربح ويانا وحبيت أشكر كل رعاة البرنامج اللي وقفوا ويانا أشوفكم باكر في نفس هذا الموعد على الخير التقينا وعلى الخير أستودعكم الله مع السلامة